بنسبة 17% أمين يحتل المرتبة الأخيرة. إزمو يخرج من كوشة البيليك في اتجاه تنظمهم بالبيع على الأقل اتجاه باب بحر، ومن باب بحر يمشي الشارع النخيل ويرجع الكوشة البيليك. هذا الكل يلزمه في باب بحر يجيبنا لبناس، وفي شارع النخيل يجيبنا الكفتاجي، وكما قلنا هذا الكل ستوب ستوب. انت شكونك؟ انت شكونك؟ انت شكونك؟ انا امين. انا امين اللي ما يخدمش معنا واحد اسمه امين، عادي لي حنان. سي امين قدام الراديو نلقى سياره فخمه ودي كي 5 تستنى فيها، خويا بتخرج في ماشي معنا كتر كلينا طون ديجا الكهرباء. ام حمود تحب تقول ام محمود اسمك؟ الله ام محمود صافي صافي الفيديو نتاعك نوزا فهم الكل. نهزو ندورو السوسة الكل زنجة زنجة. لا لا يا مدام، لا لا يا أم محمود حدك الباب بحر يا مدام. شوف احنا لو تفهمنا يلزم وقف ستوب يوصل الباب بحر، وبارك الله فيكم مشكور. ايوه اي وينك؟ اي لاباس يعني توقف في بحر في رمبو باب بحر لو جلست في الشارع النخيل مازال ما عرفني حد واحد. خذيت لي اجراءات امنيه وروتينيه لازم تصير وكه هاني وقت وقتاش نلقى شارع النخيل. شنو هو شنو معناتها اجراءات ولا معبي وين نطلع؟ شنو هي اجراءات امنيه وروتينيه؟ فهمتش فما اجراءات امنيه يحبوا يثبتوا احنا شنو قاعدين نعملوا. دونك تحيه آه انتم عندكم لا باري فوتو اي ممنوع ممنوع تصويره في البلايص هذوكم الا بترخيص. يا اما مش على وسائل الاعلام. اي ولا باهي 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 على بلاصه تو مازال مازال حد يقف لي حد شارع النخيل هذه بلاصه اللي يسمعوا فينا في باب بحر. وما عادش برشا وقت على امين متوجه هكا واحد واقف في جهه المسرح فوالا واحد واقف وشد بلاكه ديجا مكتوب فيها شارع النخيل بحذاه مصور ارقفوا بحاله هزوه. ما يلزموش كرهبه فاخره توا ما يلزموش كرهبه فاخره توا ايك بديت بلايص شاب داخلي يا معلم قدم روحك. خليفة ميكانيسيان حان دار الغولك راو حتى تحت طنبان يصلحونا جونا باهي في اتجاهنا لكوشة البيليك أونفان. أخويا ريت شو تبعث ولا معناها أطمان معايا كفتاجي ومعايا كل شيء كل شيء معايا. صح عليك والله سايب شي كلهم سي خليفة بيان سور. صحة وبالشفاء لي بيان سور سيدي. صحة عليك وصحة للكيب اللي معاك ويعطيهم الصحة والله برافو ويعطيهم الصحة أم محمود ومحمود السخليفة كيفاش تعاونوا معنا. وأنا متأكد اللي فما برشا أخرين زادة كانوا موجودين وحبوا يتفاعلوا مع أمين. نستناو أمين بعد شوية يرجعوا تستناو الفيديو كامل إن شاء الله تلقوها موجود على الباج أوفيسيال على الفيسبوك.